في نظم المعلومات بشكل خاص وفي الحياة بشكل عام عندنا مصطلحين قريبين قوي من بعض، البرايفت داتا او البيانات الخاصة والكونفيدنتال داتا او البيانات السرية. البيانات الخاصة هي مش اسرار زي رقم تليفونك، لكن انت بتحدد الدايرة اللي المفروض البيان ده ما يخرجش براها. في 7 حاجات بقى المفروض ان هي بيانات خاصة لكن تعامل معاملة سرية، المفروض ما حدش يطلع عليها. رقم 1 المشاكل الأسرية، مشاكل العيلة. التجربة بشكل عام بتقول إن مشاركة المشاكل العائلية مع الآخرين مش بتعود بالنفع. إحنا متفاهمين إن إحنا أحيانا ممكن نطلب النصيحة، لكن حتى طلب النصيحة لازم تكون متخصص وحد ثقة، لكن بشكل عام مشاركة مشاكل الأسرة بره الأسرة مش بيعود بالنفع. العلاقات الشخصية اللي ينطبق على المشاكل العائلية ينطبق على العلاقات الشخصية وإن كان بقدر أقل، يعني العلاقات الشخصية ممكن تشاركها داخل نطاق الأسرة، لكن المشاكل جوه الأسرة ما ينفعش تشاركها حتى على مستوى العلاقات الشخصية. أحيانا كتير بنحتاج ناخد رأي حد ثقة وده مفهوم، لكن بشكل عام المشاكل خصوصا ما بين العلاقات الرسمية المتزوجين مخطوبين، مشاركة المشاكل دي على نطاق أوسع اللي هو الأصحاب عادة ما بيقعدش من نفع. دخلك وضعك المادي مش من حق حد يسألك ولا هيفيدك ولا أنت هتستفيد حاجة إن حد يعرف إن أنت عندك مشكلة مالية. بشكل عام الناس يا إما بيكون حد شمتان أو حاسد، ولو حد فعلا يعني انت في مشكله هي غالبا يعني اللي بيحصل ان هو بيكون متضايق لكن مش قادر يساعدك. ففي الاغلب مشاركه وضعك المالي او دخلك مش بيعود عليك بالنفع. اذا كان وضعك المالي كويس الحديث عنه بكثره ممكن يجلب عليك الحقد والحسد، واذا كان وضعك المالي سيء فان الحديث عنه بكثره مش هيريحك في حاجه، مش هيحسنه. مخاوفك وضعفك، نقاط خوفك ونقاط ضعفك مش المفروض ان انت تشاركها مع اي حد. ناس كتيرة بتبقى مستنية اللحظة اللي تستغل فيها النقاط دي ضدك. مخاوفك وضعفك ممكن تستغل من ورا ظهرك. فتخير يعني زي ما بيقولوا كده سرك من دمك فانظر اين تجعله. بشكل عام في شبه اتفاق ان الحديث عن الاحلام بيخلينا ما بننفذهاش لسببين. السبب الاولاني ان احنا بنكون فعلا خدنا جزء من الكريدت اللي احنا عايزينه لما اتكلمنا، يعني الكلام نفسه بيقلل الدافع لتنفيذ الهدف او الحلم. بالاضافه بقى ان بشكل عام اغلب الناس بيكون عندهم اعتراضات واقتراحات على احلامك، مش معنى كده ان انت تتصرف من دماغك. لو عندك فكره محدده ناقشها، لكن لو عندك هدف عام لما بتناقشه مع حد عادة بيكون عنده مثبطات للهدف ده. الانتقادات والشكوك والتشكيك في حلمك والتشكيك في هدفك عادة مش بيرجع ليك بالفعل. احنا مش بنقول ان احنا هننعزل، احنا كائنات اجتماعية وكده كده بنتكلم، بس لازم نختار هدف الكلام، يعني ما يكونش الهدف من الكلام هو الكلام نفسه. يعني انت لو عندك هدف محدد وعايز تاخد رأي خبير مثلا اقتصادي، تعمل مشروع معين بتاخد رأي حد، عندك خطة لتنفيذ حلم معين بتاخد رأي حد علشان يقول لك انت ماشي صح ولا غلط، ده موضوع. وموضوع ان انت كل شوية تتكلم عن احلامك واهدافك مع كل الناس ده موضوع تاني خالص. اسرارك الشخصية خط احمر، مجرد ما تحكي السر فهو مش سر. يعني هو زمان بيقولوا السر اذا طلع من بره 2 ما يبقاش سر، لا هو السر اذا طلع بره 1 ما بيبقاش سر. وكلنا بشكل او باخر عندنا اسرار. الاسرار ممكن تحكيها للدكتور النفسي مثلا او لمستشارك الامين علشان يساعدك، لكن ما تبقاش على المشاعر. اسرار اخر حاجه اسرار الاخرين. لو في حد هو حكى لك سر ايا كان من الحاجات اللي فاتت دي فانت مطالب ان انت ما تحكيش. مش معنى ان هو حكى لك ان اصبح الموضوع متاح. يعني عندنا حديث بيقول اذا تحدث رجل بحديث ثم التفت فهو امانه. التفت يعني ليها اكتر من معنى كده، يعني هو خايف، يعني هو حاسس ان هو غلط ان هو قال الكلام ده او خايف من حاجه، فهذا الحديث امانه، يعني مش من حقك ان انت تحكيه لحد تاني.
الفيديو ده مش مرجع علمي ولا دراسة، ده مجرد دردشة في حاجات مش المفروض نشاركها مع الآخرين بشكل مشاعري، يعني لازم يكون في حدود لمشاركتها مع الآخرين.